يخرج علينا المنجمون والعرافون كل عام بقصص مختلفة لنهاية العالم، وكثيرا ما يخطر على بالنا مثل هذه الأفكار على الأقل مرة واحدة في حياتنا، وعامة جميعها ترتبط بنهايات مخيفة مثل ثورة بركان هائل وحتى حرب نووية. ولكن ما الذي يحدث إذا اجتمعت قوتان عظيمتان معا؟ على سبيل المثال إلقاء قنبلة نووية في فوهة بركان هائل، وهي تبدو فكرة مجنونة ومستحيلة، وحتى أنه لا يتجرأ أي بلد للتخلي عن سلاحها النووي من أجل تفجير بركان، أو ربما فعلت لكن من أجل صالح البشر. مثل هذه الحالة حدثت في تاريخ البشرية، حيث قصف عمدا بركان من أجل إبعاد الحمم البركانية عن المدن. في السبعينات قرر علماء أمريكيون بالاستعانة بسلاح الجو الأمريكي لقصف أكبر بركان في العالم مونا لوا، وبالرغم من ثلاث محاولات من الضربات النووية لتحويل مسار الحمم لم تتوج العملية بالنجاح بسبب الانبعاثات المتوهجة من البركان، وسارت الحمم مباشرة إلى المدينة رغم أنف الجميع. لكن ما الذي سيحدث إذا قرر شخص ما تكرار التجربة؟ وما الذي سوف تؤدي إليه؟ وما هي فرص بقائنا على قيد الحياة؟ أولاً، في حالة إلقاء القنبلة على بركان عادي الذي في العادة يكون على قمة جبل وذو شكل مخروطي، لن يتأثر النشاط التكتوني للبركان، والبركان سيظل خامداً مع بعض سحب دخان تنبعث منه، وسيبدو مثل فرن بدائي في قرية. لكن بالطبع لن يمنع هذا الإشعاعات نتيجة لضربة نووية، والسبب في ذلك هو نصف قطر انفجار القنابل النووية القوية، أنه صغير بما يكفي للوصول لخزان البركان. فمثلا القنبلة التي ألقيت على ناجازاكي عام 1945 كان نصف قطر انفجارها 200 متر. وعلى سبيل المثال جبل سانت هيلين، إلقاء قنبلة نووية عليه يمكن أن تدمر القنبلة الفوهة فقط، لكن إن ألقيت القنبلة وقت ثوران البركان فاحتمال ظهور التأثير سيكون أعلى بكثير. وإذا ما ألقيت قبل انفجاره بساعة مثلا سوف تسرع عملية الانفجار أكثر من المعتاد. أما إذا تم قصف بركان فائق الذي يختلف عن المخروطي العادي الموجود على قمة جبل، وعادة ما ينتشر تحت طبقة رقيقة من الأرض على مساحة شاسعة، وينبض بالصهارة الحارة في أراضي هذا العملاق الذي يمكن أن يستوعب العديد من البراكين. ومع ذلك من غير المحتمل أن توقظ قنبلة نووية بركانا فائقا، لأن مركزه يقع على عمق 8000 متر. ومهما تكن لحظة إلقاء القنبلة في أثناء انفجار إحدى هذه البراكين، وهذه أيضا لحظة نادرة لا تحدث إلا كل 17,000 عام، ولكن على كوكب الأرض يوجد 20 بركانا فائقا، فمن الممكن أن يقرر أحدها أنه حان وقت استيقاظ جديد يبدأ نشاطه في تلك اللحظة. وطبقا لبعض القواعد الحسابية البسيطة، ربما يبدو أن حضارتنا محظوظة بشكل لا يصدق، حيث في الآونة الأخيرة بدأ بركان يلوستون في الولايات المتحدة بإظهار بعض النشاط، وحتى أن علماء الزلازل في هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية يربطون بين الزلزال الذي ضرب ولاية أيدهايو وحيل هذا المارد النائم. وفي شهر يناير سجل المسح الجيولوجي للمنطقة حوالي 108 هزات أرضية ارتدادية في أكثر الأماكن سخونة من البركان على عمق 2 كيلومتر من التربة. ولكن وفقا لحسابات العلماء الأمريكيين من غير المحتمل أن توقظ قنبلة عادية هذا الوحش. لكن ماذا في حالة ملكة القنابل الأسطورية قنبلة القيصر، التي يعتقد العلماء أن قطر تدميرها يصل إلى 3000 متر؟ وفي حال إلقائها في البركان فيمكنها تهشيم سطح البركان مثل حبة جوز الهند، وستكون قادرة على إيقاظ هذا البركان المدمر، ويبدأ بإلقاء الحمم البركانية. وهذه اللحظة يصفها الدكتور روبرت أندروز، وهو عالم براكين من نيوزيلندا، أنه في الدقائق الأولى ستبدأ صورة جميلة لآلاف الطيور التي هجرت أعشاشها القريبة من البركان، والتي انطلقت مرة واحدة ترفرف بأجنحتها البيضاء في السماء
نتيجة لأنهم سيكونون أول من ينتبه للخطر، وسوف ينبثق من أحشاء البركان تيارات النيران مباشرة إلى السماء. أما السماء ستبدو للوهلة الأولى مكسوة باللون الأحمر، لكن بعد انكسار الهواء الساخن ستظهر جميع ألوان قوس قزح في السماء، ثم تبدأ الألعاب الشيطانية النارية في ملاحقة الطيور بسرعة لتحولهم إلى طيور نارية متوهجة في السماء. ثم يبدأ البركان في قذف الحجارة السوداء محولا عالمنا الجميل في لحظة إلى جهنم حقيقية. صحيح أن هذه الأحجار لن تذهب أبعد من حديقة يلستون، لكن تدفقات الحمم الساخنة سترجع درجة الحرارة إلى 400 درجة مئوية، وسوف تكتسح مساحة 10,000 كيلومتر. ومع درجة حرارة كهذه سيصبح البشر شواء وهم أحياء، ووفقا لتقديرات سيهلك حوالي 200,000 شخص، وسوف ترتفع إلى الغلاف الجوي سحابة قاتلة من الرماد البركانية على ارتفاع 50 كيلومتر، وجزيئات الرماد ستكون صغيرة، وحتى القماش الشاش أو الأقنعة لن تجدي نفعا مع هذا الرماد الذي سيخترق الرئتين، كما أنها ستتحد مع الوحل وتتصلب، بالإضافة إلى أنه بفضل إشعاعات القنبلة النووية يصبح الرماد مشعا بعد شهر من هذه الكارثة، وستختفي الأشعة على الأرض بسبب السحابة. حينها يبدأ شتاء نووي على الكوكب، وتنخفض درجات الحرارة إلى 50 دون الصفر في أجزاء كثيرة ومختلفة من الكوكب، وكنتيجة حتمية لغياب الشمس سوف يدمر الغطاء النباتي للأرض، بالإضافة إلى صعوبة التنفس بسبب الغلاف الجوي الملوث. لكن الأسوأ لم يأتي بعد، ثورة البركان سوف تجلب معها سلسلة من الكوارث الطبيعية بشكل لا يصدق، والأعاصير المدمرة والتسونامي، بالإضافة إلى زلازل قوية ستدمر المحطات النووية، وبالتالي سلسلة جديدة من البراكين المبعثرة حول العالم، وسيتغير شكل الكوكب جذريا نتيجة لهذه الانفجارات والكوارث. ومن المحتمل أن تغرق أمريكا الشمالية تماما وتصبح أطلانتس القرن الحادي والعشرين. لكن ماذا لو لم يكن كل هذا صحيحا؟ في الحقيقة أقوى قنبلة نووية في العالم لن تستطيع أن تسبب انفجار بركان فائق على حد زعم عالم الزلازل فاليري روزيتش، وهو متأكد من أن الانفجارات حتى على أعماق كبيرة لن تسبب كارثة، بل سوف تتسبب في تحريك القشرة الأرضية محدثة بؤرا زلزالية، مما سيكون مفيدا في تصريف الصهارة المتراكمة إلى نواة الأرض بطريقة آمنة. وقد أجرى العالم من قبل دراسات أولية على بحيرة بايكال، وهو سعيد جدا بالنتائج، ويؤكد أنه في حال حدوث انفجار لن تكون نهاية الحياة على الكوكب. لكن الحقيقة الكاملة لن تؤكدها دراسة أجراها عالم واحد، ومعظم العلماء يعتقدون أن الكارثة الحقيقية ستأتي من بركان انفجر قبل 74,000 نسمة، وهو بركان توبا في إندونيسيا على جزيرة سومطرة. ويعتقد أنه بعد وقوع الكارثة تسبب على الأقل في 10 سنين شتاء بركاني للأرض، وحتى عصر جليدي يستمر لمدة 1,000 عام، مما سيضع حياة البشر على المحك في حال انفجاره، وربما حتى يتسبب في تغير الجينات الوراثية بسبب الانخفاض الحاد في عدد السكان. لكن عالم الأنثروبولوجيا مايكل بيترول من جامعة كامبريدج بعد عدة دراسات توصل إلى نتائج مفادها أن عدد السكان لن ينخفض بشكل حاد، كما أن علماء ألمان بقيادة كلوديا تلمياك وضعوا نموذجا للثوران، واتضح لهم أن الانخفاض في درجات الحرارة لن يكون أكثر من 2 أو 3 درجات، وسيصبح الغلاف نظيفا خلال 23 عام. وبما أن الغلاف الجوي للأرض كبير جدا بدرجة لا يستطيع رماد البركان تغطيته تماما، لكن في البداية سيكون الهواء قذرا جدا، وسيكون على سكان الأرض الحياة في الملاجئ أو حتى سراديب الموتى تحت الأرض، حال توفر المواد الرئيسية للحياة من الطعام والمياه بكميات كبيرة. وربما خلال عام أو عامين يستطيع البشر الخروج، ومع حلول الوقت الذي سيمتص الغبار البركاني كل الملوثات بالكوكب الذي سيتحول إلى معادن حقيقية، الهواء نظيف والمياه نقية وصافية جدا،
حتى أن النفايات البركانية ستضيف كمية مذهلة وغير مسبوقة من البوتاسيوم والفوسفور للتربة، سينتج عنها غطاء نباتي رائع، وسوف تتحول الحقول إلى مائدة غنية بالحبوب والغذاء بكميات كافية ليس فقط للبشر لكن لكل الكائنات الحية، بالإضافة إلى وفرة في الكائنات التي تعيش في البحار، وكل ما تحتاجه قريب منك. يكفي أن تخرج إلى الحقول لتحصل على وجبة رائعة من الحبوب والفاكهة، وسيكون على مائدتك أفخر أنواع الأسماك البحرية المتوفرة بكميات هائلة. أما اللحوم ستوفرها الحيوانات الكثيرة التي ستكون في المراعي القريبة منك، وحتى الحضارة أيضا ستعود للظهور وتقفز قفزة كبيرة تصل إلى ذروة غير مسبوقة في التقدم. لكن هل هذه التوقعات المفرطة في التفاؤل حقيقية؟ هل نحن مقبلون على جنة؟ بالطبع لا، فأغلبية العلماء يعتقدون أن انفجار بركان يلوستون بقنبلة ذرية سوف يؤدي إلى هلاك 95% من البشر ودمار الحضارة الإنسانية. سيكون الأمر مثل تحرير مارد من زجاجة، وهناك من يعتقدون أن كابوس اندلاع يلوستون هذا مجرد خيال علمي. لكن أي الطرفين على حق؟